طيب خلينا نقرب من الفرقة بشكل أكبر ونروح لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي والمتواجد في مقر إقامة الفريق قبل التحرك لملعب استاد القاهرة والاستعداد لهذه المباراة، نطمن من خلاله بشكل أكبر ونتأكد من بعض المعلومات اللي قلناها لحضراتكم من خلال شريف. يا شريف أهلا بيك، منورنا. اهلا بك زميلي امير، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا شريف. في البدايه اتكلمنا احنا على محمد الشناوي وايمن اشرف وقلنا بعض المعلومات بخصوص جاهزيتهم التامه باذن الله تعالى لمباراه الوداد يوم السبت القادم. عايز منك تاكيد على المعلومات دي طبقا لمتابعتك لتدريبات الفريق. ابدا الاول بالخبر الحلو، الخبر المفرح، محمد الشناوي سوبر ستار النادي الاهلي، حارس منتخب مصر الاول، الحارس المتالق، ما شاء الله نمسك الخشب، الحارس اللي بيعمل ارقام قياسيه وعمل كلين شيت طبعا الموسم الكبير جدا للنادي الاهلي، وباذن الله نعمل فيه ارقام قياسيه كالعاده. هو ده النادي الاهلي. محمد الشناوي النهارده مدرب الحراس راح له مخصوص الى ملعب التتش واجرى تمرين يمكن وصل لحوالي ساعتين. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله، أدى التمرين كله على أكمل وجه. الشناوي بيعلن جاهزيته لمباراة الوداد المغربي، خبر مفرح لكل جماهير النادي الأهلي. عندنا ثقة في علي لطفي، عندنا ثقة في مصطفى شوبير، ولكن يبقى محمد الشناوي هو الحارس رقم واحد مش في النادي الأهلي أكيد. في مصر أو كل مصر يعني على حراس مصر كلها، فالخبر الكويس كان محمد الشناوي. أيمن أشرف كلام كتير، كلام اتقال النهارده في السوشيال ميديا وفي بعض المواقع. ايمن اشرف امبارح كان في تمرين النادي الاهلي، تمرين النادي الاهلي بالامس كان تمرين سري وكان مغلق للجميع. ايمن اشرف شارك في الجزء البدني فقط عشان يحافظ على مستواه البدني، ولكن عند التكتيك وعمل التقسيمه فضل مستر موسيماني ان يخرجه علشان خاطر يريحه. ايمن اشرف كان عنده تقل في العضله السمانه، ما يجازفش بيه خالص. ايمن اشرف عنده تقل في العضله السمانه، ممكن كان يلعب عليها النهارده جدا، ولكن الراجل مريحه لماتش الوداد. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، واتكلمت مع الدكتور خالد محمود النهارده في فندق الاقامه. كويس. دكتور خالد موجود طبعا، دكتور خالد طبعا موجود في فندق الاقامه وبيت مع اللعيبه، كلمته النهارده قلت له امبارح ايمن اشرف خرج ليه من التمرين؟ قال لي عمل التمرين البدني وخرج تمرين التكتيك هيبقى حمل زياده عليه، فخرج من التمرين طبقا للتعليمات والتعاون اللي بيني وبين مستر موسيماني والمتفقين عليه عشان نريح بعض اللاعبين قبل مباراه الوداد. قلت له طب ايمن اشرف جاهز لمباراه الوداد؟ قال لي جاهز مليون في المية، وعمل الرابيد تيست وعمل مسحه كورونا وعمل تحليل الدم، يعني مسافر معانا وجاهز بنسبه مليون في المية لمباراه الوداد. فاي حاجه تسمعوها ما تصدقوهاش، خليكم مع قناه النادي الاهلي. تمام. بخلاف بقى جزئيه الشناوي ايمن خلاص طمنا عليهم، انا عايز اعرف على اعرف ايه الجديد وكواليس الفريق في فندق الاقامه النهارده، وتحديدا فيما يتعلق بالرابيد تيست والمسحه كمان الخاصه بالاتحاد الافريقي، قول لنا ايه الكواليس اللي عندك. الاهلي بدا يومه في العاشره صباحا، كان وجبه الفطار، يمكن بعد وجبه الفطار طبعا الجهاز الاداري في النادي الاهلي شاطر على طول طبقا لتعليمات الاتحاد الافريقي، وعمل مسحتين كورونا وعمل رسم قلب وعمل سحب عين الدم، مش رابيد تيست، سحب عين الدم من لاعبي النادي الاهلي. النادي الاهلي انجز كل هذه الخطوات، كان متبقي فقط اخر تحليل للكورونا وبالفعل وطبعا وتحليل الدم. فالنهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي بيقود الجهاز الاداري على اعلى مستوى النهارده كانت موجودة الشركة في فندق الإقامة. بعد فطار اللاعبين أجروا مسحة الكورونا لكل اللاعبين، وعينة الدم كمان اتخذت من اللاعبين، والبعض اللي ما كانش موجود النهاردة في فندق الإقامة مثلا زي محمد الشناوي أو أيمن أشرف، الشركة اتجهت إلى ملعب التتش بعد أما سحبت العينات من النادي الأهلي على ملعب التتش أيضا عشان تاخد باقي الإجراءات مع لاعبي النادي الأهلي الموجودين في التتش النهاردة في تمرين النادي الأهلي النهاردة. فده على خصوص يعني مسحة الكورونا وتحليل الدم اللي اتسحب النهارده. برضه نفس المشكله يا شريف، المحاضره كانت منذ قليل، أجاي كان بيضحك لحد ما عمل المسحه وخلاص، وبعد كده بقى لقيته كشر وراح على القطه على طول من غير ما يكلم حد خالص. طبعا المحاضره معودنا الفترات الاخيره بتبقى قبل التحرك على طول، مستر موسيماني بقى له يمكن ثاني مباراه على التوالي بيعمل المحاضره بدري شويه، بيعملها الساعه 4 وربع، النهارده كان الساعه 4 وربع اتكلم فيها عن الفنيات او عن ابرز الحاجات اللي ممكن يعملها، التشكيل اللي هيلعب بيه، الناس كلها بتسال هيلعب ببعض الناشئين، هيلعب بالفول تيم، كله هيعرف باذن الله في الساعة الثامنة على أرض استاد القاهرة الدولي. ولكن النادي الأهلي كبير، وبإذن الله بإذن الله النهاردة هتلاقي تشكيل قوي
تشكيل بإذن الله يحقق 3 نقاط جداد يضافوا إلى رصيد النادي الأهلي. عمل المحاضرة حوالي ساعة لربع بالضبط، الساعة 5 كانوا في وجبة السناكس الخفيفة، الساعة 6 بإذن الله هيكون التحرك على استاد القاهرة الدولي، 6:15 6:30 بالكثير بإذن الله هيكون الأهلي متواجد داخل ملعب استاد القاهرة الدولي. بالتوفيق يا رب بإذن الله للنادي الأهلي ويحصد 3 نقاط جداد بإذن الله. أنا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان، طبعا مراسل قناة الأهلي واللي متواجد في مقر الإقامة الخاص بالفريق قبل التحرك لاستاد القاهرة الدولي. طمنا على كل ما يخص الفريق قبل ساعات قليلة جدا من انطلاق هذا اللقاء الهام. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، يلا بينا.